نحييكم مشاهدينا إلى بانوراما هذا المساء ونناقش فيها. مع الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان وتوابعه في الداخل الأفغاني وفي الإقليم وربما في العالم، هل تأثرت صورة الولايات المتحدة ومصداقيتها أم أنه مجرد اهتزاز سرعان ما يزول؟ وما الذي يجب على واشنطن فعله؟ كذلك نناقش بعد قليل التصريحات والنصائح المتضاربة بشأن الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا تضع الناس في حيرة، هل علينا الحصول عليها أم هي مجرد رفاهية؟ وما المحددات؟ وأسئلة كثيرة أخرى سنطرحها في الجزء الثاني من بانوراما، تابعونا. كتب الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ديني ستروس مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تناول فيه التساؤلات حول ما إذا كانت مصداقية الولايات المتحدة قد تعرضت لضربة على الصعيد العالمي. الكاتب استشهد بأحداث تاريخية اعتبر أن أي منها لم يتسبب في تضاؤل النفوذ الأمريكي، ويرى روس أن الشركاء والحلفاء سينتقدون علنية القرارات الأمريكية لبعض الوقت، بينما يستمرون في الوقت نفسه الاعتماد على الاقتصاد وعلى الجيش الأمريكي. وبالنسبة للكاتب، ستظل الحقيقة أن الولايات المتحدة كما يقول هي الدولة الأقوى في العالم وأن حلفائها سيحتاجون إليها. ويرى ديني ستروس أن واشنطن لن تتجاهل تكاليف أخطائها في أفغانستان وأن باستطاعتها التعافي بمرور الوقت. إذن تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة وتطارد الولايات المتحدة. قبل أيام قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أدى إلى أزمة جديدة، وأضاف الرئيس الروسي في كلمته خلال قمة بريكس أنه من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على الأمن الإقليمي والعالمي، واعتبر أن النزاعات الإقليمية القديمة ليس فقط لن تتوقف بل تندلع بقوة جديدة. وأضاف أن الموجة الحالية من الأزمة في أفغانستان هي نتيجة مباشرة لمحاولات غير مسؤولة كما قال لفرض القيم على الآخرين. وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين قال إنه ما من دليل على أن بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان سيشكل فارقا، مؤكدا أن هناك منافسين استراتيجيين وخصوم أرادوا لبلاده أن تتعثر في أفغانستان لعقد آخر كما قال. نستمع. لم يكن هناك دليل على أن البقاء لفترة أطول سيقدم شيئاً للقوات الأمنية الأفغانية أو الحكومة الأفغانية أو يحقق لها المزيد من الاستدامة. إذا كانت 20 سنة ومئات المليارات من الدولارات من الدعم والمعدات والتدريب لم تكفي، لماذا سيكون الانتظار عام أو 5 أو 10 يشكل فارقاً؟ كما أنهما من شك أيضاً أن المنافسين الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا أو الخصوم مثل إيران وكوريا الشمالية أرادوا أن تزال الولايات المتحدة متعثرة في أفغانستان لعقد آخر. نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا من نيويورك توني بدران الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات، أهلا بك، ومن واشنطن جوناثان شرودن مدير برنامج مكافحة التهديدات والتحديات في كان للأبحاث، أهلا بك. أهلا بكم ضيفي الكريمين، واسمح لي أن أبدأ معك أستاذ توني بدران لوضع الموضوع في إطاره اليوم. لماذا طريقة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان أسالت الحبر الكثير، ما السبب؟ مساء النور. أولا يعني حرب عمرها 20 سنة بس توصل لنهاية بحد ذاتها يعني بدها تصير موضع حديث ونقاش وإعادة تقويم بغض النظر عن كيفية الانسحاب.
طبعا بسبب طريقة الانسحاب يلي هي تداعياتها بتصور أكبر على الداخل الأمريكي منا على موقع الولايات المتحدة عالميا. التداعيات على الوضع الداخلي، تدفق من ناحية فوق 100,000 لاجئ، هيدول مش يلي تعاونوا مع الجيش الأمريكي، هدول بس مجرد لاجئين مش معروف شو خلفياتهم. في كتير مسائل هلأ بالنقاش بالداخل الولايات المتحدة بسبب أزمة الهجرة غير القانونية اللي تعاني منها الولايات المتحدة، هيدي بتصب فوقها. ثانيا بسبب بعد في يعني مواطنين أمريكيين بعد ما تم إخراجهم، بالتالي إعطاء عدم إعطاء الأولوية لإخراج المواطنين الأمريكيين بطريقة منظمة هي بحد ذاتها كمان فضيحة لهذه الإدارة. إنما كان من الواضح إنه هذه الإدارة فكرت إنه فيها تتوصل لنوع من اتفاق مع حركة طالبان وتقدر إنه تطلع بهالسهولة. إنما مثل ما عم بقول التداعيات هي أكثر داخلية داخل الولايات المتحدة. وبترفع أسئلة طبعاً إلى علاقة بكيفية، بأول شيء جدوى الحرب، ثانياً هل ممكن للولايات المتحدة إنه تبني نوع من نظام داخل بلدان فاشلة مثل أفغانستان وغيرها، ثالثاً هل يمكن مثلاً للولايات المتحدة أن تستمر ليكون لها نفوذ وقدرة على التدخل عالمياً دون أن تكون يعني متزاوجة مع هالمشاريع الكبيرة، إن كانت نشر الديمقراطية أو بناء مؤسسات أو ما إلى هنالك. هذه كلها نقاشات هلأ داخل الولايات المتحدة. بالضبط، وهي أسئلة مشروعة والكل تقريبا طرحها منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية خروجها، وأكثر منذ الخروج، منذ طريقة الخروج. لكن أستاذ توني، استعملت مصطلح الفضيحة، سأنقل هذا المصطلح وهذا الوصف للسيد جوناثان لنفهم هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة خروجها أثبتت بأنها اقترفت فضيحة، أو هذا المصطلح أو هذا الوصف إلى أي مدى هو دقيق في استعماله؟ المصطلح فضيحة يضيء لأن هنالك تعمد بطريقة الانسحاب ونتائج الانسحاب ما حصل، ولا أعتقد بأن هذا هو الحال. لا يوجد أي مؤامرة كبرى من جانب الولايات المتحدة، ولكن التفسير البسيط والدقيق هو أن الولايات المتحدة فشلت بتوقع نتيجة الانسحاب وآثاره على القوات الأمنية الأفغانية مع مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان، وفشلت في التخطيط لجوانب معينة من القدرات التي كانت ضرورية مع خروج القوات الأمريكية من أفغانستان. على سبيل المثال، بعد مع مغادرة القوات، فإن المقاولين الذين كانوا يدعمون المطار الأفغاني وحتى القوات الأفغانية أيضا غادروا، وهذا أدى إلى انحدار في جاهزية المنصات الجوية الأفغانية، أقصد منها الطائرات المروحية والطائرات أيضا، وعلى الأرض الجيش والشرطة اعتمدوا بشكل كبير عليها. فهذا المزيج في الفشل في التخطيط لمثل حالة الطوارئ هذه، والفشل في توقع مدى جسامة عدم وجود الدعم الجوي على القوات الأمنية الأفغانية. هذه في الختام بعض العوامل الأساسية التي ساهمت في الانهيار. لكن مرة أخرى، كل هذه كانت جوانب غير متعمدة من الانسحاب الأمريكي، وليست متعمدة والتي قد نربطها بكلمة فضيحة. الفشل في التخطيط كما ذكرت سيد جوناثان، وسؤال لك أستاذ توني، هذا الفشل هل تتحمله فقط هذه الحكومة، حكومة بايدن، أو تتحمله كذلك الحكومة السابقة؟ لأنه اليوم بلينكن في دفاعه عن حكومته يقول تسلمنا مهلة ولكننا لم نتسلم خطة واضحة، وبالتالي من يتحمل ما اعتبره ضيفي جوناثان فشلا في التخطيط؟
من يتحمل المسؤولية هو من هو بموقع المسؤولية، يعني أنه تحميل نتائج الفضيحة يلي صارت تحت إيدهم هن على رئيس كان ما خرج بعد من أفغانستان هو شيء مضحك يعني. ما لكنه هو الذي وضع التاريخ، هو الذي وضع نهاية أغسطس تاريخا أو بداية سبتمبر أو الذكرى 20 لأحداث 11 من سبتمبر تاريخا لخروج كلي للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب بلينكين قال نحن تسلمنا مهلة، تسلمنا تاريخ، لكننا لم نتسلم خطة معينة. شو هو ملزم بهالمهلة؟ في يوقف المهلة إذا بده، إذا لقى إنه الخطة غير ملازمة غير ملائمة بيقدر إنه يأجل التاريخ. هن بدهم إياها، وهي المسألة ما كانت مجرد مسألة تخطيط، يعني هن تركوا المطار باجرام مثلا وما كملوا بهالطريقة. ليش؟ لانه كان عندهم متخيلين انه بيقدروا يوصلوا لاتفاق مع حركه طالبان ونقطه على السطح. وضمن يعني وراح مدير يعني صار في محادثات على صعيد عالي جدا مع الاداره والاستخبارات ومدير الاستخبارات والى ما هنالك، وتم تسليم معلومات وتم تبادل مع حركه طالبان، انما ما توقعوا انه حركه طالبان يعني دفعوا لها بنهايه النهار مسبقا لحركه طالبان تتسهل الخروج، انما ما توقعوا انه حركه طالبان يمكن تبتزن بعد اكثر من هيك. وفعلا هذا اللي صار، وتركوا عندها مئات المواطنين الامريكيين، وهيدي فضيحه واكثر من مناسبه اذا شيء عم نقلل من قيمتها. بس تتركي مواطنين امريكيين بيد حركة أنت بتعتبريها حركة إرهابية من أو لها علاقات مع منظمات إرهابية، وبتعملي أولوية لإخراج فوق 100,000 لاجئ أفغاني مش معروف شو هي خلفياتهم، إن كان في خلفيات أمنية لها مشاكل، أو مثل ما عم نشوف هلأ مشاكل إلى علاقة بال الزواج المبكر والمتاجرة بالأولاد وغيرها من المسائل، أو تعدد الزوجات وإلى ما هنالك. هذا يعني الأشياء المحرمة قانونيا داخل الولايات المتحدة، عدا عن طبعا الفحوصات للكورونا وإلى ما هنالك. يعني في طيب، لكن ليس بالضبط، لكن اليوم حركة طالبان تقول أولا هذا شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه، وثانيا يقولون، واليوم تابعنا مؤتمر صحفي لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، هو يقول مثل ما نحن لا نتدخل، لا نود أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية، والخطوط العريضة يقول بأنها ستتغير أو تغيرت. لا عم نحكي نحن على الانسحاب الامريكي، نحن على الشؤون الداخليه تبع افغانستان. اوكي، شؤون داخليه تبع افغانستان، عم نحكي نحن على انسحاب القوه يلي كانت هي القوه الفعليه على الارض على مدى 20 سنه. طيب هيدي صارت كيف هالانسحاب؟ صار الانسحاب بدون تواصل مع حركه طالبان؟ لا طبعا، كان مع التواصل مع حركه طالبان طبعا، وتم اعطاء عم بيحكي، ما هو بلينكن عم بيقولها انه اعطتنا ضمانات. طيب إذا أنت صدقت هالضمانات وتركت مواطنين أمريكيين، هيدا عليك مش على دونالد ترامب. طيب، ووضحت هذه النقطة. فقط عدت لك لتصريحات حركة طالبان، لأنه حضرتك أتيت على موضوع الحقوق والحريات ما إلى ذلك، هو موضوع ربما للمهجرين للاجئين اللي تم جلبهم إلى الولايات المتحدة، مش يلي بداخل أفغانستان. وضحت هذه النقطة، لكن ما استوقف البعض سيد جوناثان بأنه ليست المرة الأولى التي تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة، أو بطريقة ربما تتسبب في متاعب لمن تتركهم. نتحدث مثلا عن سايغون الفيتنامية التي كانت عاصمة فيتنام الجنوبية في 75 وتركتها كذلك، كما تركت اليوم، أو كما يقول البعض تركت اليوم الأفغان، ومع ذلك لم تلم الحكومة كما كان هناك اليوم لوم لهذه الحكومة، لحكومة بايدن. لماذا؟
هناك بعض أوجه التشابه التي يمكن أن تصاغ بين أفغانستان وبين فيتنام، ولكن هناك بعض المسائل التي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. أيضا عندما تحدثت عن المصداقية والأسئلة الدائرة حول المصداقية، الكثيرون بعد انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام قالوا شيئا مشابها، هو أن مصداقية أمريكا ستتضرر بشكل كبير، وأن الاتحاد السوفيتي سيستفيد بشكل كبير وخاصة على الصعيد الاستراتيجي من انحدار المصداقية الأمريكية. هنالك نظرية الدومينو وأن بقية جنوب آسيا سيقع بأيدي الشيوعيين. وكما شاهدنا وبعد سنوات قليلة العالم مضى قدما وبرزت اعتبارات أخرى والمصداقية الأمريكية كانت بخير. وتوقع بأننا سنشهد شيئا مشابها بعدما وبعد الانسحاب من أفغانستان. ما أظهرته الأبحاث أو ما تشير إليه هو أن التحالفات أو الحسابات الدول الدائرة حول تحالفاتها تدور خاصة على عوامل محلية. هناك حديث كثير، مثلا تايوان إذا ما كانوا سيشككون بالتزام أمريكا بحرياتهم وديمقراطيتهم مقارنة بالتهديد الصيني وفقا للانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وأتوقع بأن التايوانيين لا يربطون هذين الأمرين أو كل واحد بالآخر، هم مهتمون ببيانات الولايات المتحدة وتصرفات الولايات المتحدة الخاصة بتايوان وليس بأفغانستان. الأمر الآخر الخاص بالمصداقية، كل يستطيع أن يجادل ويقول بأن سواء كنت ضد أو مع، هناك الكثير من الحجج. البعض يقول بأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مرة أخرى قد يطرح أسئلة فيما يخص التزامات أمريكا في بال الحلفاء مثلا مثل تايوان. هناك الكثير من الجدالات يمكن أن تطرح، ولكن الآن الولايات المتحدة خففت قيودها العسكرية بعد انسحابها من أفغانستان، وإذا مثلا انتهكت الصين أي سيادة أو السيادة التايوانية فلن يكون هناك قيود في وجه أمريكا، وبالتالي هم قادرون على الرد في مثل هذه الحالات بعد أن فكت ارتباطاتها من أفغانستان. فهذه الأسئلة الدائرة حول المصداقية من صعب جدا الإجابة عنها في وقت مباشر أو على المدى القصير بعد مثل هذه الأحداث. الأمر الأهم في السنوات القادمة هو أي أحداث عالمية قد تؤثر على مثلا حلفاء الشمال، الدول حلف شمال الأطلسي وشركاء أمريكا وحلفائها في المنطقة، نظرتهم للولايات المتحدة مقارنة بالمنافسين الاستراتيجيين. وتوقع أنه في غضون بضعة أعوام هذه الدول ستجري حساباتها الخاصة وفقا لعوامل عديدة أخرى، وليس فقط على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وكيف جرى هذا الانسحاب. تفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين، نعود لكم بعد ملف ذات صلة أو نقطة ذات صلة مع ما نطرحه ونناقشه اليوم. فخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في أفغانستان بعد قتل بن لادن والحد من قدرات تنظيم القاعدة. في الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، ونحن نكرم ما يقرب من 3000 رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، يجب أن نذكر لماذا ذهبنا إلى أفغانستان. في المقام الأول لإحلال العدالة لأولئك الذين تعرضوا لنا وضمان أن ذلك لن يحدث مرة أخرى. لقد حققنا تلك الأهداف منذ فترة طويلة، وقتل أسامة بن لادن في عام 2011، كما تدهورت قدرات القاعدة بشكل كبير بما في ذلك قدرتها على التخطيط لأي سلوك خارجي. أعود من جديد إلى ضيوفي، لكن قبل ذلك نذكر بأنه من المهم خلال هذا النقاش أن نلقي نظرة سريعة مشاهدين على حجم التواجد العسكري الأمريكي على امتداد خريطة العالم. نتابع.
أعود من جديد إلى ضيوفي. أستاذ توني، وزير الخارجية الأمريكي يقول في النهاية نحن ذهبنا إلى أفغانستان الحصول أو لتتبع بن لادن، وحصلنا على ما أردنا في النهاية وخرجنا. هكذا تصريح وهكذا تبعات وهكذا تداعيات وطريقة خروج كهذا، هل تؤثر في صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم؟ نقطتين. أولا، إن هذه مراجعة تاريخية، يعني إذا مظبوط الهدف كان مجرد النايل من أسامة بن لادن. أسامة بن لادن مات، قتل يعني عام 2011 إذا بتذكر صحيح. يعني بقي 5 سنين بإدارة أوباما أنذاك، اللي كان فيها هو توني بلينكن مسؤول، قعدت الولايات المتحدة 5 سنين إضافية بأفغانستان بعد مقتل أسامة بن لادن. ليش؟ شو كان الهدف ساعتها للبقاء بقى 5 سنين؟ أو ليش ما تم التخطيط ضمن هالخمس سنين على كيفية الخروج بطريقة محترمة وإلى ما هنالك؟ يعني هيدي مراجعة تاريخية، لأنه مثل ما قلت في فضيحة، وهيدول المسؤولين يلي هن مسؤولين عنا وعم بيجربوا يتملصوا من المسؤولية. ها واحد. ثانيا، من مسألة قصة صورة الولايات المتحدة أو مصداقية الولايات المتحدة، خلينا نحكي عن حلفاء الولايات المتحدة بالشرق الأوسط حتى ما نروح لبعيد، إن كان بآسيا أو بأوروبا. بالشرق الأوسط، مصداقية الولايات المتحدة هي متعلقة بخروجها بأفغانستان، حيث كان لديها 4000 جندي يعني، أو مثلا هي متعلقة بالسياسة يلي كمان 8 سنين تحت إدارة أوباما وهلأ تكمل تحت إدارة بايدن، وبالإدارتين كان توني بلينكن مسؤول رفيع المستوى، يلي هي إعادة التموضع تجاه إيران، يلي السياسة تبعتها الولايات المتحدة، يلي أدت إلى تباعد مع حلفائها الأقرب في المنطقة، إن كانت المملكة العربية السعودية أو إن كانت إسرائيل وإن كانت تركيا. هل كانت مصداقية الولايات المتحدة، شو كانت مصداقية الولايات المتحدة اللي بسبب هذه السياسة التقارب مع إيران أدت إلى المجازر في سوريا، يلي كمان كان وقتها توني بلينكن هو المسؤول، يلي كمان تحت مسؤولية توني بلينكن وباراك أوباما اجوا الروس وفاتوا على المنطقة على شرق المتوسط بعد غياب عقود. طب هيدي شو إلى علاقة؟ هل هي مسألة أفغانستان هي المشكلة؟ طب اسمح لي نقل هذه النقطة للأستاذ جوناثان، لأنه حضرتك ركمت ملفات عديدة. سيد جوناثان، اليوم ضيف يقول بأنه لا يقتصر الموضوع فقط على أفغانستان، كذلك يمتد للحضور الأمريكي في سوريا، يمتد لموضوع إيران المهم جدا بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. في كل هذه المواضيع هناك شبه إخفاق من إدارات متتالية لواشنطن، وبالتالي المصداقية رهن كل هذا. هل فعلا نحن في فترة انسحاب تدريجي للولايات المتحدة الأمريكية، انسحاب لقوتها أو انسحاب كدولة عظمى فاعلة؟ أعتقد بأن ما نشهده هو ربما تسريع تدريجي وإعادة تنسيق الأهداف الأمريكية فيما يخص الجماعة الإرهابية عالميا. غالبية الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، فإن أهداف الولايات المتحدة فيما يخص جماعات مثل القاعدة أو داعش أو أي منظمة إرهابية أخرى هو هزيمتهم. فقط اسمح لي على المقاطعة سيد جوناثان، اسمح لي على المقاطعة لأننا لا نعالج موضوع مكافحة الإرهاب، اسمح لي انقطعتك، لكن لا نعالج هذا الموضوع، نحن نعالج موضوع كيف وعدت وأخفقت فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية طوال ملفات أو في عدة ملفات، ما رأيك في ذلك؟ إذا كنا نتحدث عن الولايات المتحدة فيجب أن تحددي ما قصدك بالوعود الأمريكية. أنا لست متأكدا من الولايات المتحدة قدمت أي وعود لهذه الدول، كانت هنالك مصالح مشتركة. سعت الولايات المتحدة تحقيقها سواء في أفغانستان مع الحكومة الأفغانية أو حتى في العراق مع حكومة العراق، وعندما تطابقت هذه المصالح حققت الولايات المتحدة بعض النجاح، مثلا بناء البنى التحتية
التحتية في هذه الدول أو مكافحة الجماعات الإرهابية هناك أو غيرها من المسائل. في الختام، الولايات المتحدة لم تعش في هذه المنطقة، هي موقع الولايات المتحدة ليس في وسط آسيا ولا في الشرق الأوسط. فأمريكا كانت ستغادر أفغانستان في نقطة ما من المستقبل، وبلا شك كانت ستغادر العراق في مرحلة ما. والبعض يعتقد بأن الولايات المتحدة يجب أن تبقى في هذه الدول للأبد، فهذا خطأ حسابي، سواء من أجل مصلحة الولايات المتحدة القومية أو حتى بقاء القوات الأمريكية في مناطق مثل العراق وأفغانستان. وغالبا ما كانوا يجرون مقارنات غير صحيحة في مناطق مثل التي ذكرتها سابقا، مثلا قواعد أمريكا في كوريا الجنوبية أو إيطاليا وألمانيا. الكثيرون يشيرون لهذه الأمثلة ويقولون بأن الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية منذ 50 عاما، لماذا لا تحافظ على وجودها في أفغانستان لنفس المدة؟ ولكن لا توجد أوجه مقارنة بين هذه الدول. إيطاليا وألمانيا لا تواجه حروبا أهلية مستمرة. التواجد الأمريكي في منطقة مثل أفغانستان والتي خاضت حربا أهلية لأربعين عاما، هذا يعني بأنها ستبقى هناك لعدة عقود قادمة، وهذا خطأ حسابي للمصالح القومية الأمريكية والتكلفة التي ستدفعها الولايات المتحدة إذا ما بقت في مثل هذه النزاعات. سيد توني، لنستشرف المستقبل يعني، ولنكون عمليين لنفهم تأثير طريقة الخروج هذا على كذلك الآراء الدولية، يعني هل في صورة ما إذا كان هناك توجه لدخول بلد معين لسبب من الأسباب سيسهل اتخاذ قرارات على مستوى مجلس الأمن تتبع فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أو سيفكر المجتمع الدولي ألف مرة قبل اتخاذ هكذا قرار بعد طريقة الخروج هذه؟ بتصور الحديث عن هيك موضوع هو أبعد من مسألة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لأنه يعني كان في اتفاق بين هذه الدول، التحالف يلي فات على أفغانستان ويلي إنه في خطر لازم مواجهته، وتم التوافق على أساسه بغض النظر عن مجلس الأمن، يعني كان لح تصير المسألة. المسألة أنا برأيي أبعد من هيك. المسألة هي أولا يلي ذكرته بأول نقطة عند بداية الحديث، هو طبيعة البلدان. هون بتوافق مع 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 الأستاذ جوناثان، يعني في طبيعة البلدان حيث يتم هذا التدخل، وثانيا شو الأهداف من هالتدخل، وبالتالي شو هي طريقة التدخل. ما عم بقول إنه إن كانت عسكرية أو غير عسكرية، حتى لو كانت عسكرية، إن كانت عسكرية نحن عم نفوت على بلدان، أو حتى يعني كسياسة، إن حتى لو ما كانت الولايات المتحدة عم تدخل عسكريا، يعني على سبيل المثال حتى من تنبعد أكثر من أفغانستان والعراق، خلينا نفوت على مسألة لبنان مثلا. طبيعة المجتمعات حيث كمان في نفس النمط السياسي الخيالي يعني أو الخرافي تبعية الولايات المتحدة، إنه نحن عم نبني مؤسسات لدولة وعسكر وجيش وما إلى هنالك، وشفناها بأفغانستان إنه فرطت بتكي، شفناها بالعراق فرطت بتكي، وبلبنان يعني مش ضروري إنه تفرط لأنه مش موجودة بالأساس، وصار لها 15 سنة الولايات المتحدة عم تبنيها، مثل 20 سنة بأفغانستان، 15 سنة بلبنان، 20 سنة بالعراق. ما إلها علاقة هيدي مجرد بقدرة الولايات المتحدة أو مصداقية الولايات المتحدة، يعني هاي إلها علاقة بالمجتمعات نفسها، وبالتالي الخطأ بالسياسة تبع الولايات اللي ما عم بيتصحح لأسباب عدة فينا ندخل فيها إذا بدك، هي إنه عدم تقويم صحيح للمجتمعات، لطبيعة البلدان والمجتمعات اللي عم بيصير فيها التدخل، لتقويم كيفية أو طبيعة التدخل. وطبعاً التصف طبعه يعني. طيب، وهذه ربما يتحمل مسؤوليتها من يتدخل وليس من تدخله هذه الدول. على كل موضوع يتحمل أسئلة أخرى نعود له ربما في حلقات أخرى من بانوراما. أود شكركم جزيل الشكر من نيويورك توني بدران الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطية، شكرا جزيلا لك. ومن واشنطن جوناثان شرودن مدير برنامج مكافحة التهديدات والتحديات في كان للأبحاث، شكرا لك.